السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا عملنا فيديو من كام يوم عن ازاي اخلي الريفت سريع، لكن كان كلام نظري ما عملوش بشكل عملي، فخلينا نشوف ازاي تتعمل. هي الفكرة كلها ان احنا بنطبق منهجية اللين مانجمنت. اللين مانجمنت اللي هي عبارة عن ايه؟ اللي هي الادارة الرشيقة، وهي ان انا اخفف الحمل اللي عليا. يعني على سبيل المثال دلوقتي وانا شغال برسم حاجات معمارية ومفعل الظلال، انا محتاج الظلال في حاجه؟ لا، بس تشوف التقل اللي بيحصل ازاي، لان هو بيعمل حسابات كتير في موضوع الظلال. لما تخفي الظلال بتلاقي الجهاز بقى اخف معاك. هي دي الفكره، ان احنا الحاجه اللي انا ما بستخدمهاش بشيلها. تمام؟ يعني على سبيل المثال الاليفيشن اهوت، لو انت مفعل كده، بص طول ما انت شغال انت شغال في الجزء ده، لكن البرنامج بيقعد يعمل حسابات للاجزاء البعيده دي والحاجات دي كلها. فانا لازم افعل معايا الكروب فيو بحيث ان انا ابقى مركز على الجزء اللي انا شغال بيه والحاجات البعيده ما تظهرش معايا. ممكن يكون في نقطه صغيره او فاميلي صغيره موجوده هنا، كل ما بتيجي تعمل زوم او بيقعد يعمل الحسابات بتاعتها. فلذلك لازم نتاكد ان احنا بنلغي اي حاجه بعيده مش موجوده في المشروع بتاعنا. لو دخلت اي اوتوكاد وما ظهرش معايا اتاكد ان هو موجود ولا مش موجود. لو موجود بعيد لازم اجيبه موف هنا واتاكد ان هو موجود. لو مش هستعمله لازم الغيه. يعني بعد ما خلصت مثلا انا دخلت الاوتوكاد ورسمت الشغل، الغي الملف بتاع الاوتوكاد. تمام؟ هنا الظلال موجود، هل انا محتاج الظلال ولا لا؟ لما بتلغي الظلال بتلاقي الموضوع بقى اسهل معاك. تاني حاجه، ما تدخلش فاميلي غير لما تكون انت متاكد ان انت محتاجها وان انت تشتغل بيها، لان الفاميلي حتى لو انت ما بتستخدمهاش بتكبر حجم الملف. يعني خلينا نخش كده ونيجي نبص على اللايتنج فيكتشر. في نوعين بس، لو جيت تلغي ده هيقول لك رساله ان انت ما تقدرش تلغيه لان هو موجود. لو هو مش موجود وما استخدمتوش هيتلغي عادي بدون اي مشاكل خالص. تمام؟ طيب خلينا ندخل اي فاميلي كده، من مثلا insert load family. لو انا جيت ودخلت اي electrical connection مثلا، دخلت connection دوت، وبعد كده اكتشفت مش ان هو ده اللي انا عايزه، فانت ممكن تعمل سيرش على اسمه. تمام؟ وتتاكد ان انت لغيته. ليه؟ لان هو حتى لو انت ما استخدمتوش هو موجود وبياخد من حجم الملف. كان في ملف مساحته 400 ميجا، مجرد ان احنا لغينا بس الفاميلي اللي احنا مش محتاجينها بقى 30 ميجا. فتخيل لما كنت شغال على ملف 400 ميجا بيبقى عامل ازاي، ولما كنت شغال على 30 ميجا بيبقى عامل ازاي. وبعد كده تقول الجهاز بيهنج وانا محتاج جهاز جديد، لا انت محتاج تنظم الشغل بتاعك، هتلاقي الموضوع سهل جدا معاك. تمام؟ لو انت في حاجه انت مش شغال بيها ما تخليهاش تظهر معاك، خليها تختفي. برضو في امر هنا برضو خلينا ننبه عليه لان هو في مشكله، امر مانج. لو انا قلت له بيرش، امر بيرش، لو انت قلت له تشيك اول وعملت بيرش، قلت انا اسمع كلام عمر وهلغي، لا البرج هنا بيعمل مشكله، الا وهي ايه؟ ان هو بيلغي اي حاجه انت ما استخدمتهاش. يعني لو انا عندي مثلا كرسي ليه 4 مقاسات، انا استخدمت مقاسين ولسه هكمل شغل، ممكن اختار بيلغي المقاسين التانيين اللي انا ما استخدمتهمش. فبرج ده بنستخدمه في الملف بس اللي انا هبعته بره. لو انت عايز تستخدمه لازم اول حاجه تعملها تقول له تشيك نان. تمام؟ بحيث ان هو ما يلغيش حاجه بالخطا. وتيجي هنا تتاكد من الحاجه اللي انت عايزها. انا عايز الغي مثلا الارو ده، السهم ده، لان انا مش هستخدمه. عايز الغي مثلا ديت الماتيريال اللي انا مش هستخدمها، ممكن تعلم عليها تلغيها، بس ما تلغيش عشوائي كده من غير ما تكون عارف انت بتلغيه. تمام؟ وهكذا. مثلا في ادنس انت سطبتها مثلا وما استخدمهاش، بير تولز ده انت مش عارف هو بيعمل ايه وما استخدمتوش، الغيه. يعني ما تسطبش حاجه وانت ما استخدمهاش، ما تقولش مش هتخسر، لا هتخسر. كل ما بيفتح بيضطر ان هو يحمل ملفات فبتلاقي تقل الجهاز. لو انت بتستخدمه خليه، يعني ده مثلا ادوات حلوه قوي انا بستخدمها خلاص بخليها. لو انا مش عارفها وما استخدمتهاش لازم الغيها عشان الجهاز يبقى خفيف معايا وهو بيفتح. وخليك حريص ان انت تلغي لوح الاوتوكاد من المشروع بتاعك. يعني مثلا ممكن تكون انت بتعمل فاميلي معينه ودخلت فيها لوحه الاوتوكاد عشان ترسمها، بعد ما تخلص لازم تلغي الاوتوكاد.
لان كتير جدا بتلاقي مثلا حاجات اتحطت وده بيبقى فيه صعوبة في الحسابات بتاعتها. تمام، لو انت شغال مثلا تقول شغلك وعامل هنا كونسنت كولر او رياليستيك، فده بياخد وقت في الحساب. فلذلك احنا بنفضل ان احنا زي ما انت شايف كده بيهنج، بينما انت مش محتاجها. ادي مثال على التهنيج اللي بيحصل لك طول الوقت. تدي امر وتقعد تستنى، تقعد تدي امر وتقعد تستنى. ليه؟ لان انت مش بتشتغل بامكانيات اكتر من اللي انت محتاجها، فده بيتقل الجهاز. انما لو انا اشتغلت مثلا على الهيد لاين، ده بيبقى كويس جدا في الشغل، وممكن تشتغل كمان على الواير فريم في بعض الاحوال يعني. تمام، ممكن تشتغل برضو على الشديد نوعا ما يعني، وهكذا. لكن انا الصراحة بفضل ان انا اشتغل على الهيدن لاين، بيكون الحاجة خفيفة معايا.